صباح الخير. الظاهر تمرين 24 ما فهمته وهو من أعمق تمارين الثيتا هيلينج. خليني أشرح لكم إياه بطريقة سهلة ومبسطة لأن قريت التعليقات والتعليقات كلها ما لها علاقة بالتمرين. زين، لازم تتذكرين في أي وقت في أي زمن بحياتك أنت حسيتي بشعور الوفرة. على سبيل المثال، أنت كنت طفلة أو حتى مو طفلة وأهلك بالعيد عطوك عيدية، بالعراق نسميها عيدية، ما أعرف عادش يسموها بلهجتكم، وحسيتي بالشعور واو أنا ما حد قدي وعدي فلوسة. زين، أو بعدها أنت مثلا توظفتي وأخذتي أول راتب لك وحسيتي بشعور الوفرة وراح أشتري وراح أعزم كل البنات وطلعوا بالسيارة. خذوني وياكم. فأريدش تتذكرين ذلك الموقف وتشوفين شنو شعورك، شنو الأجواء، شنو الأحداث اللي كانت بحياتك. والله العظيم لو أسوي لكم تنويم إيحائي، والله صار عندي وأسوي لكم تنويم إيحائي. المهم، نزل تأمل، كتبوا لي بالتعليقات شنو الشعور، شنو الأجواء، شنو الأحداث اللي صارت في ذلك الوقت بحيث أنت حصلتي على هاي العيدية أو هذا أول راتب أو حسيتي نفس الشعور والطاقة والذبذبات. افتهمي، أنا لغتي طاقة، لغتي ذبذبات، هذا الشيء اللي أنا أحاول أوصلكم إياه. نفس الشعور، نفس الذبذبات يا بنت الحلال، جيبيها لهاي اللحظة. الله، هذا الفن، هذا الفن. أقولي بالنية أنا أضاعف هذه المشاعر وأضاعف تدفق المال بحياتي. هنا راح نبرمج العقل الباطن ونبرمج خلايا هيستوري، تاريخ الخلايا اللي بجسمي اللي حصلت هاي الفلوس. وصلت لايكات، لايكات يا جماعة، تراني يعني ترى حتوقف على هاي الأربعين يوم إذا أنتم ما تسوي لي لايكات ولا تشجيع. وأحبكم.